التالي: جامبال. تعالوا معنا إلى المكان الذي تعيش فيه أجدد عروضنا وتحدث فيه آخر المغامرات، ونلتقي فيه أصدقاء جدد عند كل زاوية. هذا الشهر لدينا حلقات جديدة من أبطال التايتنز انطلقوا، والعرض الجديد مونكي كيد، لنمرح معا في جديد جديد من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية. هاي أصدقائي، هل رأيتم قفقات نادرة لأوزمو كورنيل؟ يوجد ديناصورة فائقة قوة في قفقات أوزمو كورنيل. هل أنتم مستعدون لمغامرات جديدة مع الديناصورات؟ ليقل الجميع يابا. هذا غريب جدا، هناك فريد فلينستون واحد فقط. حسنا، سأكون بام بام. هي أنت، أعطني العصا. كان علي أن أتوقع هذا. يا بدا بدودك. افتح الطريق لجلالة فخامة الأرض. هلا مير. هاي بندو. إنها بداية مغامرة بطولية مع لامير. هاي بندو. حسناً، إنها بداية. أنت لطيف. العرض الجديد الأمير آيفندو على كارتون نتورك. من معي؟ لقد قضينا وقتاً رائعاً، ولكن بدأت السماء تظلم، لذا حان وقت العودة إلى المنزل. نراكم غداً. التالي: إنه كارتون لوني تونز. شاهدوا العرض الجديد مونكي كيد فقط على كارتون نتورك بالعربية. هذا هو إم كي، وقصته تبدأ هكذا: مع عودة فولكينج الشرير، يريد هو وعائلته السيطرة على العالم، ولكنهم بحاجة إلى هذه العصا للقيام بذلك. لذا على إم كي وأصدقائه منعهم من هذا. لنرى معا كيف ستسير الأمور. هل أنتم مستعدون للمغامرة في العرض الجديد مونكي كيد من الأحد إلى الخميس على كارتون نتورك بالعربية؟ Disney's The Little Mermaid. Tickets on sale now. لا يمكنكم توقع أبداً ما الذي سيفعله لوني تونز. حلقات جديدة من كارتون لوني تونز ابتداء من 4 يونيو على كارتون نتورك بالعربية.